النادي الاهلي على مستوى مش مستوى كره القدم بس، الارقام القياسيه كره القدم والدوري 42 مره، لكن كمان بنلقي الضوء على كمان اللعبات الجماعيه الاخرى، سله، طايره، يد، بنتكلم على لعبات فرديه. كان عندنا بطله التنس اللي حققت انجاز تاريخي في تاريخ مصر، كل دوت متعودين على النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا دايما بنتكلم عليه، ان احنا دايما بنعمل ونفتخر بالنادي الاهلي لانه ما بنتكلمش كتير بصراحه، يعني كلامنا قليل، خناقاتنا قليله، لكن بطولاتنا كتير، وده اللي بيميز النادي الاهلي. سام، خناقاتنا قليله وكلامنا قليل. قلت انا كلامنا كتير. لا، وكلامنا كتير في صالح النادي الاهلي، كتير في صالح النادي الاهلي. ده صحيح، لكن الميزه زي ما بقول لك ان دايما، والحمد لله الاسبوع اللي فات بالذات، العشر ايام اللي فاتوا، يمكن طبعا غير كره القدم كان الامر محسوم، لكن لقينا بطولات الحمد لله، كل يوم بطوله الحمد لله. بنتكلم على كره الطايره، بنتكلم على انجاز جديد لكره الطايره، الكاس للمره الثالثه على التوالي، بنتكلم على كره السله. يمكن انا كمان يعني بالصدفه كده لاحظت او اتفرجت على اخر دقيقه من مباراه نهائي السله، عملوا مباراه هايله جدا، والنهارده كمان هنتكلم معاهم، يشرفونا في البيت الكبير. وهم حتى شخصياتهم يعني تحس شخصيات الاهلي، فيهم روح الاهلي، روح سوريا. لما نيجي نتكلم عن سوريا مثلا تحديد، واخده شخصيه الاهلي قوي، يهمها الفوز، يهمها الناس بتقول ايه، الجمهور بتاعها صحيح بيقول ايه، مش عايزه دايما تخذلهم. فمهم قوي كمان وانت بتلقي الضوء او بتسلط الضوء على النماذج الناجحه دي، ان انت كمان تتكلم وتعرف الناس شخصياتهم، هم ازاي بيحققوا البطولات دي. وكمان غير شخصياتهم كمان لازم الناس كمان تعرف مش منظومه كره القدم بس هي اللي دايما اللي ناجحه او رقم واحد. بالظبط، خلي بالك في ناس فعلا كتير جدا على مستوى الرياضات في النادي الاهلي، الاداره على مستوى عالي جدا، التنظيم على مستوى عالي جدا، عشان كده بنحقق بطولات. واحنا كمان معانا، وخليها مفاجاه واحنا بنكلم الناس، احنا كمان معانا واحده احسن لاعيبه في افريقيا على مستوى صحيح. افريقيا ومن احسن 10 لاعيبه على مستوى العالم. مش عايزين نحرق الكلام لان هم ضيوف وابطال، خليهم هم اللي يطلعوا هون الناس تتفرج عليهم، لان من حقهم زي ما انت قلت سهام، من حقهم فعلا ان الناس تشوفهم، من حقهم ان هم يتكرموا بشكل كبير جدا. وعلى ايام ما كنت بلعب للاسف كان دايما يقول لك هو كره القدم واخده كل حاجه. كره حقيقة. القدم واخده السبورت ولحد دلوقتي. لا، بس احنا بنحاول بقدر الامكان ولحد دلوقتي. ما ده دورنا يا سيدي. ما هو ده، ده دورنا، ده اللي احنا بنتكلم. احنا لا اي حد بيعمل انجاز وبيعمل بطوله، وخاصه اللي بيتنا النادي الاهلي، اكيد بنكون وراه، اكيد بنتابعه بشكل كبير جدا، فده طبعًا كمان رسالتنا. وبيديهم هم دفعه طبعا، وبيديهم أكيد. بيديهم روح ان هم يكملوا صحيح. ويقدروا صحيح. فان شاء الله هتستمتعوا ان شاء الله بالحلقه ديت باذن الله.